رئيس عصبة جهة الشمال أو رئيس عصبة جهة طنجة تطوان حسيمة، أشكره كل الشكر رفقة أعضاء العصبة والوفد المرافق له على هذه التظاهرة الودية في الاستعدادات والمباريات في رياضة الملاكمة، وأشكر بصفة خاصة السيد عبد الهادي الزهري المدير الإقليمي للشباب بالعرائش على وقوفه بجانبنا دوما في كل المناسبات والتظاهرات الرياضية، نكن له كل احترام وتقدير. وهذا العرس الرياضي بهذا الشكل وبهذا التزيين فهو ناتج عن مساعدات كل من جماعة العوامرة، وأقصد هنا الرئيس والأعضاء، وأيضا الدرك الملكي والهلال الأحمر وإخوان جمعيات وكل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح هذا العرس الرياضي. وأستسمح إن نسيت البعض، فالجمعيات هما أيضا هما مصدر أو هما من الركائز الأساسية لنجاح أي تظاهرة. نشكرهم جميعا، ومرة أخرى أشكر الجميع ومرحبا بالجميع.